الفنان رامي وحيد بدأ مشواره الفني من وهو طفل صغير، حيث شارك مع والده الفنان الكبير سمير وحيد في عدد من المسرحيات، ثم شارك في فيلم الجراج مع النجمة الكبيرة نجلاء فتحي. قدم أيضا المخرج الكبير الراحل محمد النجار الفنان الشاب رامي وحيد في فيلم قلب جريء، قدمه أيضا في فيلم ميدو مشاكل مع الفنان والنجم الكبير أحمد حلمي. لكن بداية الفنان رامي وحيد مع الدراما التلفزيونية كانت عام 2003، وده كان من خلال مسلسل البنات مع المخرج الكبير أحمد يحيى. كان لنا لقاء بالفنان رامي وحيد، كلمنا عن والده الفنان الراحل سمير وحيد، وكمان كلمنا عن الكوميديا. تعالوا نشوف لقائنا الجاي بيه وارجعوا لنا بره. عمري ما بقول لأ الحاجة مش عجباني أو شبه اللي أنا بفكر فيه وبحلم بيه. امتى بقول مش هفكر في حاجه؟ لما عندي قرار انه العمل ده دون المستوى، فمش هقدر اراجع نفسي فيه. انا قراري واحد، ولما بقول لا بتبقى لا خلاص، او بيبقى بحط قلبي ومجهودي. وساعات ممكن تقابلك مشاكل كتير، كلنا بيقابلنا مشاكل كتير في حياتنا، حتى لو حاجه احنا بنحبها جدا، بس بنحاول نتغلب عليها ونعملها كويس علشان انا خلاص قررت ان انا اكون موجود، سواء في اي عمل في الدنيا. ساعات لازم مشوار وقول يا رب ربنا يكرمني، وتلاقي الدنيا مفتوحة ومتسهلة. وفي ساعات حاجات لازم تقابلك مشاكل وتعديها علشان توصل للي انت بتعمله. ده الهدف الأساسي من أي شغل أنا بشتغله. وعندي معايير طبعا في الاختيار، أولها الورق. الله يرحمه، هو يعني أنا كل حاجة في الدنيا ليها علاقة بيا بسبب أبويا، وهو كان مثل أعلى ليا. حتى في الشغلانة اللي اشتغلها أنا بشتغلها برضه، أنا وارث عنه كل حاجة تقريبا. لسه مكملين كلامنا مع الفنان رامي وحيد، واللي قدم للسينما مجموعة كبيرة من الأفلام، لكن بدايته الحقيقية كانت من خلال مشاركته في فيلم عمر وسلمى مع النجم تامر حسني. قدم أيضا للدراما التلفزيونية عدد كبير من الأعمال الدرامية المتميزة زي سندريلا ووعده مش مكتوب وشمس الأنصاري وشارع عبد العزيز. شارك أيضا في مسلسل سلسال الدم في رمضان 2017 والزيبق والطوفان. أما في 2019 فقدم مسلسل قيد عائلي، في 2020 شارك في مسلسل موسى مع الفنان محمد رمضان. تعالوا نشوف لقاء كاميرا فلاش مع الفنان رامي وحيد ونرجع ليكم مرة جديدة. أنا بخلص لشغلي جدا، وعمري ما فكرت شكلي بيبقى عامل إزاي أنا بمثل. كل اللي أنا بحاول أعمله أنه أركز قوي أنا بعمل إيه، أركز قوي في كل إحساس بخرجه، كل مجهود ذهني لازم يكون خارج في مكانه. ما ببصش خالص انا بعمله ازاي، بحسه بيطلع زي ما هو. ما بحبش اتفرج على نفسي خالص كمان، عشان كده لما اتقال في الاول رامي انت ملامحك الحاده ساعدتك ان انت تبقى شرير، فطبعا دي حاجه ضايقتني جدا جدا. معنى كده ان انا ما بذلتش مجهود خالص. اول رد ليا اسعدني جدا كان في مسلسل الطوفان، لما الناس قالت لي انت عشان شكلك طيب عشان كده الدور ده كان لايق عليك. فدي حاجه بالنسبه لي اللي هو عكس تماما اللي اتقال، فدي حاجه فرحتني جدا. ده معناه انه الواحد بيحب شغله ونفسي اعمله بشكل كويس وجيد وبديله كل حاجه. فالعين هي مرايه الروح، هي اللي تخرج كل الاحساس. ممكن يبقى لسانك بيتكلم في حته وحقيقة اللي انت حاسس بيه جوه عينك بتخرج في الوقت اللي احنا بدون ما نشعر.